في محافظة أبين دشنت السلطة المحلية بالمحافظة مشروع استفلت الطريق مدينة سامع الخليج العربي الجديدة بمساحة 12 مليون متر مربع. وخلال الافتتاح أشارت السلطة المحلية بأبين إلى أن المحافظة يوجد بها العديد من المساحات القابلة للاستثمار كونها تقع على أهم شريط ساحلي، مؤكدة توفير كافة التسهيلات للمستثمرين الراغبين بإقامة مشاريعهم في المحافظة. هذا ويتكون مشروع استفلت الطريق مدينة السماء من 20 وحدة جوار بسعة سكانية تبلغ 30,000 وحدة سكانية، وسينفذ المشروع على مرحلتين، المرحلة الأولى منها ستتم خلال 5 سنوات القادمة. المشروع امتد على الخط 6 كيلو 200 متر بعمق 2 كيلو 20 وحدة جوار. عملنا فيه مدينة طبية وما وأسواق، وفيه ملاهي 71 فدان، وفيه ألعاب مائية 34,000 متر، وفيه شاليهات 26,000 متر، وفيه مولات 6 مولات، فيها منتجع سياحي، فيه فنادق 5 نجوم و4 نجوم،